احم في فئة من ابطال القصص المصورة بحب اصنفها تحت تصنيف اسمه الشيخ ناروتو، ودول الابطال اللي هم متسامحين وعندهم حس العدالة عالي قوي وغلابة في نفسهم، والفئة دي انا ما بحبهاش نهائيا. وفي فئة تانية بحب احطها تحت تصنيف الكابتن لوفي، ودي فئة الابطال الاغبياء اللي بتيجي معاهم كفتة، والفئة دي انا بميل ليها اكتر من الفئة الاولى. بس في فئة تالتة بقى، ودي الفئة المفضلة ليا، فئة اللورد لويد فرونتيرا، ودي فئة صعب تصنيفها نهائيا انهم ابطال. لا خالص، الفئة دي البطل فيها بطل مجنون سادي مصلحجي مجوسي مزوخي ابن جزمة وتعبان في دماغه. بص، لم كل الصفات السيئة في العالم وحطهم في شخص واوعدك هينور الفئة دي معايا. وعشان زي ما قلتلك ان الفئة دي هي الفئة المفضلة عندي، فقررت ان اعمل لك ليست توب 10 منها ومن هوا البطل بتاعهم من فئة الاسطورة لويد فرونتيرا. وليه منها ومن هوا؟ لان بقالي فترة كبيرة جدا ما بقراش مانجا ولا بشوف انمي الصراحة، يعني بقيت مايل للمنها والمن هوا اكتر بكتير. وحابب اقول لك مقدما ان الليست دي انا عاملها بناء على الحاجات اللي انا شفتها. طبيعي جدا يبقى في اعمال الابطال بتاعتها فيها كل الصفات دي وانا ما قلتهاش بحكم اني ما شفتش الاعمال دي، فما تتعصبش للعمل بتاعك لو مش موجود في الليست، لان بنسبه كبيره قوي هبقى ما شفتوش. تمام يا معلم، يلا بينا نبدا بقى. بس كالعاده بعد ما نسمع ضحكه عمنا بروك. طيب قبل ما ابدا اقول لك على الاعمال دي، فانا حابب انوه عليك مقدما اني هحاول على قد ما اقدر اني ما احرقلكش حاجات كتير في الاعمال دي، بس هيبقى في حرق. حبيت انوه عليك من الاول كده. تمام يا معلم، والترتيب هيبقى 50% للقصه و50% لشخصيه البطل. لو القصه حلوه وشخصيه البطل نفس التصنيف بتاعنا فده هيحطها في ترتيب عالي، انما لو القصه مش قد كده وشخصيه البطل شبه التصنيف بتاعنا فده هينزله شويه في الترتيب. تمام يا معلم، يلا بينا نبدا بقى. في المركز العاشر عندنا ذا ريتيرن اوف ذا كريزي ديمون، ومن اول فصل يا معلم وانت اعرف اننا قدام شخص تعبان في دماغه، ناس واقفين وعايزين يموتوه عشان سرق حاجات منهم وهو بيتجاهلهم وبيحكي قصص للهوى حرفيا، وما شاء الله عليه كذاب من الدرجه الاولى، شايف نفسه وسيم وفعليا مفيش واحده عبرته، شايف نفسه بيحقق العداله وهو فعليا مجرم، وفي لحظاته الاخيره قبل ما يموت كان بيأنب نفسه انه ما خرجش في ديت مع واحده. المهم قبل ما يموت بيرجع بالزمن للوقت اللي كان شغال فيه ويتر، ومش عارف ليه كلمه ويتر استخدمتها اصلا مع قصه بتتكلم عن عالم المورين، دونت ميكس نهائيا. بس المهم بيرجع للزمن اللي كان فيه ويتر وبيبدا رحلته في اهانه ومزلة كل شخص سبب له اذى في حياته. بس ليه هي في المركز العاشر؟ بصراحه يعني القصه ما عجبتنيش وما كملتهاش كمان، قصتها ممله الحق يتقال يعني. المهم في المركز التاسع عندنا هيفنلي سوردز جراند ساجا. عايزك تبص معايا كده، ده الشخص اللي من المفترض انه ينقذ عالم المورم ويحارب الطائفه الشيطانيه. ده ايوه هو ده. القصه باختصار بتتكلم عن شخص تم اختياره من سته من ساده الفنون القتاليه ورجع بالزمن علشان ينقذ عالم المورم من الشخص اللي وحد الطوائف الشيطانيه وسيطر على العالم. وتخيل اننا يا راجل محتاجين 15 فصل كاملين عشان بس يخس، وها هيبدا رحلته، وطول رحلته احنا بنشوف كميه عبث محترمه، ومشكلتها الوحيده بس انها 40 فصل ومتوقفه بقالها تقريبا سنتين، بس اهو ترشيح من ضمن الترشيحات. وفي المركز الثامن عندنا موريم لوجن، واللي هي في المركز ده مع ان قصتها حلوه فالسبب هو انها بتاخد شويه وقت حلوين قوي لحد ما البطل بتاعنا يتحول لتصنيف البطل اللي احنا عايزينه. القصه باختصار بتتكلم عن جين تاي كيونج، صياد من الرتبه اف، ليه كبسوله واقع افتراضي دخلته لعالم الموريم، وهناك زادت قدرته وتقنياته، ولما خرج للعالم الحقيقي بتاعه لقي ان قدرته هي كمان زادت في العالم الحقيقي، وبتبدا رحلته في التنقل بين عالم المورم والعالم الحقيقي. وبالنسبه لشخصيه البطل ففي الاول خالص كان ميكس بين تصنيف الشيخ ناروتو والكابتن لوفي، انما فيما بعد بقى تلميذ عند شخص اقل ما يقال عنه انه مجنون، ومن بعدها البطل بتاعنا ابتدى يحزو حزو معلمه ويتحول لمجنون ابن جزمه زيه، وعشان كده حطيته في المركز الثامن مع ان القصه نفسها والسرد بتاعها لطيف ولذيذ، بس في التصنيف بتاعنا ما تستحقش اكتر من المركز الثامن. وفي المركز السابع عندنا لايتنينج ديجري. عارف لما تبقى معلم كبير كده وقوي وهيبه وتختار شخص انه يبقى تلميذك وتعلمه الفنون القتاليه بتاعتك، واختيارك ده يبقى اسوأ اختيار في الكوكب. اهي دي هي حاله الراجل المحترم ده مع بطل المنها ريو يون، الطفل اللي فقد والده وهو عنده 10 سنين، وبعدها خده رجل عجوز خبير في الفنون القتاليه. ويا الله على الغباء والتسرع والاستفزاز والاعتراض على اي شيء واي حاجه. يا معلم من النظره الاولى كده اي بني ادم في الكوكب هيعرف ان الراجل العجوز اللي هو بيعمله معاه ده هي عمليه تجهيز عشان يعلمه الفنون القتاليه، بس ازاي؟ لا ده لازم يعترض. وليه حاططها في المركز ده؟
الصراحه يعني عشان ما كملتهاش. هو كان في كام ترشيح من دول ما كانوش موجودين في البدايه اصلا، واضطريت ان اقرا كم مهول جدا من المنهى والمنهوى عشان اكمل العدد ويبقى توب 10. واه ده كان سبب تاخير الفيديو عن ميعاده، ان انا بقالي اسبوع تقريبا بقرا منهى ومنهوى، بس اسبوع بقرا منهى صينيه ومنهى كوريه. وما اعرفش ليه الكوريين بقى يعملوا منهوات عن عالم المورم، معروفه الزنازين او الزنزانات كوري والمورم صيني، ايه اللي دخل دول في دول ما تسالنيش، والله العظيم ما اعرف. يعني ممكن تكون كوريا عندها تقاليد للفنون القتاليه وكده، ما اعرفش. المهم في المركز السادس عندنا تالنت سوالينج ماجيشن، والقصه باختصار بتتكلم عن ايرليك ميرفينجر، ابن لعائله مشهوره جدا في استخدام السحر، بس حظه السيء ان عيلته كلها ماتت في حرب ضد الشياطين وهو بقى رئيس العيله، وللاسف كان عنده مرض انسداد في شريان المانا فكان بيعاني في حياته. ابن العيله المشهوره ورئيسها مش قادر على استخدام السحر اصلا، وبقى يتم الاستهزاء بيه وبعيلته بيت حياته، بس في يوم من الايام بيجتمع بملك الشياطين ميفيستو وبعدها تبدأ رحلته. البطل تقدر تقول كده ان عنده شخصيتين، شخصية الذكي جدا اللي بيقرأ وفاهم في كل حاجة، والشخصية التانية اللي بيتم تلقبها بأوسخ ما في عائلة ميلفينجر، وهو فعلا وسخ الحق يتقال، وسخ لدرجة انه عشان ينقذ صاحبه وصديق عمره خد شوية حاجات من الحاجات القيمة اللي عند العيلة بتاعته، العيلة بتاعة صاحب عمره اللي هو قال له اديني حاجات من عيلتك عشان انقذك. شفت وسخة اكتر من كده؟ ونروح بعد كده للمركز الخامس، Return of the Disaster Class Hero. انا عندي مشكلة في حرف السين والاسم ده انا بعاني بقى شوية عشان انطقه. المهم القصة زيها زي اي قصة بتبدأ بكلمة ريتيرن، واحد اتعرض للخيانة ورجع عشان ينتقم، واللي كان لي جيون، واللي رجع من الموت عشان ينتقم من الاشخاص اللي كانوا سبب في موته. هما فعليا يعني ما كانوش اشخاص، هو شخص واحد بس اللي غدر بيه، بس هو لما شمل الاشخاص كلهم وحطهم في السلة، وعايز تعرف قد ايه هو تعبان في دماغه، فشخصية من الشخصيات دي بدل ما يقتله ويسيبه يموت ويرتاح كده يا عيني، قال لك لا، حبس روحه في دبدوب وفضل يشد فيه طول حياته. القصة حلوة متقدمة بشكل حلو، اسلوب السرد فيها مش ممل، وشخصية البطل متشابهة مع التصنيف بتاعنا فقشطة. وفي المركز الرابع وخارج عن السياق معانا منهاوى الاسد. ليه خارج عن السياق؟ لان البطل بتاعها هو من فئة شيخ ناروتو، بس في شخصية رئيسية في المنهاوى دي تستحق بجدارة انها تبقى معانا في التصنيف، وهي شخصية كايدن بريك المعلم بتاع البطل. كلب فايطات وقتالات يا مان، قل له في واحد قوي هناك فشخ وهو هيجري عليه ويخش معاه في معركة، طب لو اتنين اقوياء مش هتفرق معاه برضه، طب لو ثلاثة ولا الهوى، طب لو اربعة وبنسبة كبيرة قوي هيموت في المعركه دي ولا الهوا برضه، وهيجري يخش معاهم في قتال. ومع شخصيته المجنونه دي فهو معدوم الاحساس يا معلم، البت حرفيا عماله تلمح له وهو زي ما انت شايف كده. هو الحق يتقال يعني الشله اللي حوالين بطل المنهوه دي كلها تستحق انها تبقى معانا في القايمه، بس الاهم فيهم طبعا هو كايدن، وعشان كده لازم يبقى موجود معانا في الفيديو، مع انها تحايل على فكره التصنيف، بس الصراحه يعني شخصيه كايدن بريك لازم تبقى موجوده. واخيرا نروح لاصحاب المراكز الثلاثه الاولى. في المركز الثالث عندنا ميست مايت مايهم. اظن معظمكم يعرف من هوا نانو ماشين، اللي بتتكلم عن الطفل اللي جاله آلة من المستقبل غيرت حياته في استخدامه للفنون القتاليه وبقى زعيم الطائفه الشيطانيه. في شخصيه بقى بيتم ذكرها كتير جدا في المنهاوى دي، وهو اللورد تشونما مؤسس الطائفه الشيطانيه، شخصيه كل شويه بيتم ذكرها وقد ايه كانت قوتها كبيره جدا ومرعبه. اهي من هوا ميست مايت مايهم بتحكي قصه اللورد تشونما شخصيا بقى، واللي كان موك جيونج وون، وحابب اقول لك انه جزار يا معلم، دباح حرفيا، كلمة قتال قتلة دي قليل عليه. الواد حرفيا مولود متخلف وعنده اعاقة في دماغه، والمتعة الوحيدة بالنسبة له هي القتل بدون رحمة، غير انه ذكي جدا قادر في اصعب الاوقات انه يطلع باكبر استفادة. فعندنا هنا كومبو سايكوباتي ابن لذينة. بالمناسبة العالم بتاع نانو ماشين فيه خمس اعمال، التايم لاين بتاعهم من البداية للنهاية هو انفينزيبل مومو، وبعدها ابسولوت سورد سينس، وبعدها ميست مايت مايهم، وبعدها نانو ماشين، وبعد احداث نانو ماشين في ديسنت اوف ذا ديمون جاد. ومش عايز احرق لك القصة ولا اديك ملخص سريع عنها، روح شوفها يا معلم وعلى ضمانتي. وفي المركز الثاني وصاحب الميدالية الفضية معانا، ريتيرن اوف ماونت هواسك. عارف الشخصية بنت الجزمة المستفزة اللي قادرة تطلع اسوأ ما فيك وتقول لك بص اهو انت ده؟ هي دي بطل المنهوة بتاعتنا، واللي هو شونج ميونج، اللي كان واحد من اقوى فنانين القتال في العالم، وكان معروف باسمه قديس سيف زهرة البرقوق. المهم الراجل المش محترم ده مات، ومن الاسم اكيد يعني رجع بعدها ب 100 سنة، ولقى الطائفة بتاعته اللي هي طائفة جبل هوا بعد ما كانت من اقوى الطوائف بقت طائفة فقيرة ومش لاقية تاكل، وطبعا دوره انه يعيد امجاد الطائفة من تاني. وبص نبذة بسيطة كده، تلاميذ الطائفة بتاعته مسمينه الكلب المجنون، وهو فعليا اسم على مسمى، وخد عندك بقى استفزاز لاي شخصية تقابله، وقادر انه يستخدم كلام الناس ضدهم، وكلب فلوس، كلب فلوس حرفيا وخمرجي. طفل من المفترض ان عنده 13 او 14 سنة
خامورجي، بيرفكت، شخصية ممتازة للتصنيف بتاعنا. وأخيرا وصاحب المركز الأول، بطل التصنيف وبطل الفيديو، عايزك تبص معايا على الخلقة الكريمة دي وتقولي الشخصية دي بتشتغل ايه. ممكن تعتقد من النظرة الأولى انه تاجر أعضاء او قاتل او متحرش، بس في الحقيقة لا خالص، هو مهندس. مهندس، الخلقة دي خلقة مهندس. في المركز الأول معانا The World Best Engineer، واللي بطلها هو الأسطورة والشجاع والهمام والقدوة وصاحب التصنيف ده كله أصلا، لويد فرونتيرا. القصة باختصار بتتكلم عن كيم سو هو، مهندس مدني كان بيعاني في حياته، وفجأة بقى شخصية في رواية كان بيقراها، وللأسف الاختيار وقع عليه إنه بقى واحدة من أحقر شخصيات الرواية، وهو بسم الله ما شاء الله زود في حقارة الشخصية دي لليفل ماكس. مصلحجي ومقار ومخادع، وممكن يستخدم حتى الشياطين عشان صراحته. ورياكشناته يا مان، وشه مرعب، وفعليا يعني دي اجمد حاجه فيه. واهم حاجه طبعا معتوه وتعبان في دماغه، غير مظهره البشع، بشع لدرجه ان فعليا في واحده كانت بتعيط لما عرفت انها هتتجوزه. هو الحلو فيه انه ليه جانب طيب نوعا ما، مهتم بعيلته والناس اللي معاه، وبيخاف عليهم وانقذهم من الاباده اكتر من مره، بس برضه هيفضل شيطان حرفيا، ومصلحته فوق الجميع. وبس يا معلم، هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تحط لايك عشان تساعد الفيديو ده يوصل لناس اكتر. تنزل تحت في الكومنتات تحط كومنت تقول رايك في الفيديو، ولو في منها او منهوى نسيتها في التصنيف ده قول لي عليها برضو، يمكن ليه لا اقراها ونعمل تحديث للتصنيف ده وننزل جزء تاني، الله اعلم. المهم ما تنساش لو اول مره تشوفني تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهات جديده اول باول. وبس اشوفك الفيديو الجاي، سلام.